بينطبق برضو على الاذاعه مش بعيد. ازاي يعني؟ مثلا انا عايز اطور من الاذاعه التقنيه بحيث انها توصل لي على الموبايل. طب كم واحد ابتكر حاجه زي كده؟ طب اوجه الشباب ازاي؟ يبقى انا استضيف الشباب اللي هم مبتكرين، ودي وظيفه حضرتكم المفروض تنزلهم شباب المبتكرين. احنا فوجئت بخبر خطير جدا جدا ان في 2 مليون ابتكار علمي مصري